السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أصدقائي جميعا في قناة فريلير 55، معكم محمود عزت. حلقة النهاردة مخصوصة لطلبة كلية الهندسة قسم الكهرباء، أو طلبة مشاريع التخرج اللي بتعمل مشاريع التخرج. احنا في آخر السنة، الحلقة بتاعت النهاردة مش هتفيد ناس كتير، بس هتفيدهم إن شاء الله السنة الجاية. لو تعرف أي حد عنده مشروع تخرج السنة الجاية بعت له اللينك بتاع الفيديو. قبل ما نبدا حلقه النهارده، افكركم لو الحلقه عجبتكم ما تنساش تعمل لايك، تعمل اشتراك في القناه عشان يوصلك اجدد الفيديوهات. نبدا حلقه النهارده. الموقع اللي معانا النهارده هو موقع اسمه ايه؟ اسمه circuits.io. الموقع ده عامله شركه اودوديسك. شركه اودوديسك اللي هي صنع اوتوكاد، صنع 3 دي ماكس، صنع برامج كتير. الشركه دي معروفه بالبرمجه بتاعتها، او البرامج بتاعتها البرامج الهندسيه. النهارده معانا لطلبه كليه الكهرباء او قسم الكهرباء او مشاريع التخرج. معانا موقع نقدر نعمل من خلاله سيميليشن للدوائر بتاعتنا. الكومبوننت اللي موجوده فيه موجوده يعتبر بالشكل الحقيقي، زي ما احنا شايفين بعض الصور الموجوده قدامي. شايفين البطاريه، شايفين المكثف او الكباستور، في بوتنشيومتر الاي سي. شكل الكومبوننت بتكون شكل حقيقي. طيب عشان اعمل اكونت او اسجل في الموقع، محتاج ان انا اعمل اكونت عشان استخدم الموقع اللي قدامي. هعمل ساين اب، بعد كده هدخل على الكونتري بتاعتي واختار الدولة بتاعتك. اختار الدولة، انا مثلا هختار ايجيبت. هنا تاريخ الميلاد، وبعد كده اعمل نيكست. هنا بيقول لي لو عايز تعمل ساين اب بالفيسبوك او تعمل ايميل، لو انت عندك ايميل تقدر تعمل بيه. انا مسجل قبل كده بالفيسبوك او مش فاكر الايميل بتاعي، فابدا اعمل ساين اب بالاكونت العادي. لو انت عندك مثلا جيميل، ابدا سجل الجيميل بتاعك هنا واكتب الباسورد بتاعه. انا هعمل ايميل بسرعه، ايميل عشوائي. دلوقتي عملنا تسجيل الدخول او سجلنا في الموقع. نستنى شوية. وكده فتح معانا الموقع بالاكونت بتاعنا. عندي فيه حاجتين، في عندي 3 حاجات مهمة في الموقع. في عندي اللي هو السيميليشن، في عندي هنا زي اكنك بتمثل دوائر حقيقيه. هنا لو عايز اعمل دايره بي سي بي، في عندي كمان بعض الدوائر موجوده جاهزه. في عندي بعض اليوزرز، مثلا يوزر اسمه ستور توري او ستور تريك كلوك، سوري ده اسم الدايره تقريبا اللي هو عاملها، اسمها ستور تريك كلوك. في هنا دايره موجوده برضو معايا اسمها انالوج جاز سنسور. ابدا اعمل، لو انا عايز اختار المشروع ده وابدا اعمل له اوبن لي. لو عايز اعمل نيو فايل برضو اقدر اعمل نيو فايل. هنستنى شوية لحد ما الموقع يفتح. التحميل بتاعه تقيل، فابدأ اعمل نيو فايل، وبعد كده اختار. هنا لو عايز اعمل فايل بتاعي او فايل جديد او اعمل بروجكت لنفسي، هبدأ اختار نيو الكتريكال سيركت او نيو الكتريكال لاب، ومن خلالها اقدر اعمل الديزاين بتاعي، اقدر اعمل السيركت بتاعتي. في عندي في الكومبوننت الموجوده، في عندي البرنامج خاصه او الموقع مخصوص معمول عشان الناس اللي بتعمل مشاريع بالاردوينو. في عندي بورد الاردوينو، في عندي كمان مكان اكتب فيه الكود واعمل كومبايلنج ليه واشوف السيريال، او عندي كمان مكان للسيريال مونيتور بتاعتنا. هو الموقع تقيل شوية معلش، أو النت عندي ضعيف. طيب هنا في فتح السيركت الموجودة اللي واحد عامل لي ديزاين ليها، أو واحد عامل ديزاين للسيركت. هنا من خلال start simulation ببدأ أعمل run ليها.
زي ما شايفين دلوقتي ان هو بدأ يعمل لي يقرب. لو انا مثلا عندي ده الدايره بتاعتي اللي هي بتاعت الجاز، لو عندي دخان او عندي سموك او عندي تسريب من الغاز، بيبدأ يعمل لي ليها سيموليشن من خلال ان انا اقرب من السنسور بس واضغط كليك شمال. ده بروجكت جاهز. وعندي كمان اللي ده بدأت تعمل إنارة أو بدأت تشتغل. كمان هو عاملها لي بالليفل بتاعي، يعني زي ما احنا شايفين ان هو عامل لي ليفل. طول ما اول السموكينج بتاعه شديد او على السنسور ان هو يحس بيه اكتر، ان هو ينور لي الليفل بتاعت الليد. نرجع تاني للنيو بروجكت بتاعنا. طيب في النيو بروجكت ببدأ اختار الكومبوننت من هنا، من كومبوننت في عندي كذا اختيار. هنا في الكومبوننت العادية، في هنا برضو all component list، في هتلاقي ليست لو انت عايز تضيفها كومبوننت، هتلاقي كلمة add اقدر اضيف انها الكومبوننت. في عندي لو انا عايز اردوينو كيت، الاردوينو او الحاجة اللي هستخدمها كتير اوي مع الاردوينو، زي البوتنشيومتر، زي المقاومة، زي الليد، زي الكاباستور. في عندي البوش بوتون، في ترانزستور، في الباتري، في دي سي موتور. ابدا اختار الكومبوننت. مثلا انا عايز انزل البوتنشيومتر، هبدا اسحبها وانزلها على التست بورد او البريد بورد. هرجع تاني للاول كومبوننت وابدا اختار في السيرش. هنا ممكن اعمل سيرش برضو واكتب اردوينو، هنلاقي مجموعة من بورد الاردوينو. في عندي اردوينو مايكرو، في عندي الاونو، في كذا اختيار من اردوينو. انا مثلا هختار اردوينو اونو، هبدأ انزلها على البريد بورد. وبعد كده بسحب السلك بتاعي اوصله على البوتنشيومتر توصيلة عادية على حسب التوصيلة بتاعتك. انا بوصل اي حاجة، مش واخد توصيلة حقيقية او بعمل سيركت، انا بس بعلم او بشرح ازاي توصل. ولو ضغطت على السلك كده ابدأ اختار الكالر بتاعي. مثلا عايز اغير لون الكالر، في عندي اللي هو الكود اديتور. الكود اديتور من خلاله ان انا اقدر اكتب الكود بتاع الاردوينو وبعد كده اعمل ابلود اند رن، يبدا الاردوينو يتحرق عليه الكود بتاعي وابدا اعمل سيميوليشن وابدا اعمل تيست للسيركت. اوكي، شرح النهارده انتهى. ما تنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه عشان يوصلك اجدد الفيديوهات. كان معكم محمود عزت من قناه فريلرن 55. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.